لمزيد من التفاصيل حول أزمة الرواتب في العراق والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط الكاتب والباحث العراقي وسام العاني. أهلا بكم أستاذ وسام. أهلا وسهلا، حياكم الله وتحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم مجددا أستاذ وسام. كيف تفسرون هذه الأزمة الاقتصادية، وكيف يمكن تفسير عجز الميزانية عن دفع رواتب الموظفين والتأخر عن دفعها لشهرين؟ يعني في الحقيقة مرور سريع على السياسة الاقتصادية اللي تبعثها كل الحكومات المشكلة بعد عام 2003، ويعني متابعة بسيطة لكل قراراتها وإجراءاتها الاقتصادية اللي متعلقة سواء بالاقتصاد، يعني المتعلقة بالسياسة الداخلية الاقتصادية أو في تنشيط الاستثمار، يدرك تماما أن هذه النقطة التي وصلنا إليها الآن بالتزامن مع أزمة كورونا هي نقطة كان من المفترض أن نصل إليها يعني في سنوات سابقة. فساد مالي كبير، هدر لموارد الدولة، لم تعتمد سياسة الشفافية أبدا في كل الموازنات التي طرحت على مدى 16 عام، لم يتم تبني سياسات اقتصادية جديدة تتبنى تنويع الدخل، وظلت معتمدة على النفط كاقتصاد ريعي مباشر، وطبعا سياسات كثيرة من ضمنها الدرجات الوظيفية، وكل هذا طبعا كان يتعلق ب السياسات اللي تبعثها الأحزاب التي تشكل الحكومة، وبالتالي تقدم ما يخدم مصالحها على ما يخدم مصلحة الشعب العراقي. نعم، كيف يجدر بالموظفين التعامل مع مثل هذه الأزمة التي تدخل شهرها الثالث وانعكست على حياتهم اليومية وتحولت إن صح القول إلى أزمة اجتماعية، من أزمة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية؟ يعني بالتأكيد هي فعلا هي أزمة كبيرة، يعني ليس فقط نتكلم عن الإجراءات الحظر المتعلقة بجائحة كورونا، هناك أزمة أخرى اللي هي انخفاض أسعار النفط، يعني الآن نتكلم عن ما دون 30 دولار، وبالتالي هناك عجز كبير في الميزانية، احتياطات البنك المركزي ربما لا تكفي لأكثر من 3 أشهر، الاقتراض أيضا راح يكون صعب على العراق لأنه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربما لا يثقون بالسياسات الاقتصادية العراقية، وبالتالي هم ليسوا متشجعين أن يقرض العراق، وطبعا أيضا هذا ينسحب أيضا على الدول وعلى الشركات. قطاع الموظفين نعم سيمر أيضا بأزمة، وأنا أقول هذا ليس من باب التشاؤم، يعني فقط من باب القراءات، يعني نتمنى أو نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتغير الأمور إلى ما هو أحسن. قطاع الموظفين هو أيضا أمام أزمة، باعتبار أنه ستجد الحكومة نفسها في وضع صعب في أن تؤمن تسديد رواتب إذا لم تكن هناك حلول حقيقية وجادة، وقبل التفكير بالحلول يجب أن تكون هناك طبقة سياسية تستمد زخمها من الشعب، طبقة تنتمي إلى هذا الشعب، تشعر بانتمائها لهذا الوطن. لو توفرت هذه الطبقة السياسية الشريفة النزيهة ممكن أنه ندخل في إجراءات اقتصادية تحد من هذه الأزمة، تقلل من آثارها. نعم. أنا في الحقيقة همي الأكبر ينصب على الشريحة الأخرى اللي هي شريحة العاملين في القطاع الخاص. نعم. هناك ما يقارب 8 مليون عراقي يعمل في القطاع الخاص، المشكلة الأكبر ستكمن في العاملين في القطاع الخاص ذوي الأجور اليومية. ما مدى أهمية تقنين هذه الفترة باعتبارنا نمر بهذه الأزمة، سواء وباء كورونا وكذلك أزمة انهيار أسعار النفط، ما مدى أهمية تحديد استراتيجية للتعامل مع مثل هذه الأزمات وتخصيص ميزانية لمثل هذه الفترات؟ هذا طبعا مهم جدا، وهذا ما تعتمده أو ما اعتمدته كثير من الدول المتقدمة، سارعت في وضع خطط استراتيجية وشكلت مجالس ولجان استراتيجية، الهدف من تشكيلها هو الحد من الآثار الناجمة عن هذه الأزمة، وبالتالي تضع خطط وعلاجات للتعامل مع كل الحالات اللي موجودة.
ومن اهمها طبعا نتكلم عن ذوي الدخل المحدود اللي 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 يعتمدون على الاجور اليوميه التي ليست لديهم وظائف يعني ثابته ومستقره. بالتاكيد هذه الشريحه يعني يتشكل على الحكومه ان تنظر اليهم بطريقه خاصه. هؤلاء هم يعني هم وقود المجتمع. عندما نتكلم عن 8 مليون عراقي يعملون في القطاع الخاص مع عوائلهم، نحن نتكلم عن 20 مليون عراقي. هؤلاء مهددين بان ينزلون تحت مستوى خط الفقر، واذا نزلوا تحت مستوى خط الفقر فنحن امام كارثه سياسيه واجتماعيه وبيئيه يعني لا يمكن حتى ان نتخيلها. فمن اهم الاجراءات التي يجب ان تفكر فيها اي لجنه او اي مجلس هي كيف يتم التعامل مع هذه الشريحه. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث العراقي وسام العاني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه العمانيه مسقط.